اتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميت. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند، إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر أحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطور. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحلقة النهاردة زي ما عودناكم في برنامج من سيزرع المليون حلقة جديدة ومختلفة، لكن النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، مش بس هيهم أو بيهم المزارعين لكن بيهم كل العالم، هي قضية التغيرات المناخية. وهذه القضية من أهم القضايا اللي بتؤثر على الأمن الغذائي وعلى مستقبل العالم بصورة كبيرة. لكن هنتكلم النهاردة التغيرات المناخية وتأثيرها على المزارعين وعلى الحاصلات الزراعية، وهيكون معنا فيها طبعا ضيفنا العزيز الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز المناخ والمعلومات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكمان الدكتور بلال علي أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية. لكن قبل ما هنتكلم عن التغيرات المناخية، معانا موضوع مهم جدا وهو يتعلق بقضية التغيرات المناخية ويتعلق بمحصول مهم. مصر من الدول المتميزة فيه جدا ومن الدول المصدرة لهذا المحصول، وبنتميز فيه على كافة المستويات، سواء في الزراعة سواء في التصدير سواء في السوق المحلي وليه زباينه من الداخل ومن الخارج، وهو محصول المانجو. النهاردة معنا لقاء مع المهندس عماد عادل استشاري زراعة المانجو، وهو من الشباب الحقيقة اللي بيشتغلوا على أرض الواقع وبينزل مزارع وعنده خبرات كبيرة في محصول المانجو وأصنافه سواء المحلية والمستوردة، عمليات التطعيم بتكون إزاي، عمليات الزراعة، عمليات الشتلات، عمليات المعاملات الزراعية المختلفة لهذا المحصول. لكن لقائنا النهاردة معاه صغير لكن فيه تفاصيل مهمة جدا لكافة المزارعين، وهنعرف أكتر عن الأصناف الزراعية والمعاملات الزراعية في هذا التوقيت ومدى تأثر هذا المحصول بالتغيرات المناخية. نروح نشوف تقريرنا مع المهندس عماد عادل وهنرجع لكم تاني في
موضوع مهم جدا مع الدكتور محمد علي فهيم والدكتور بلال علي. انتظرونا في برنامج من زرع المليون. مشاهدينا اهلا بكم في برنامج من سيزرع المليون، زي ما عودناكم حلقه جديده وتقرير جديد من احد مشاتل زراعه المانجو في مصر. هنتكلم عن توصيات عامه للمزارعين مع المهندس عماد عادل استشاري زراعه المانجو في مصر. اهلا حضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك استاذ شعبان، نورتنا النهارده. ربنا يخلي حضرتك يا رب. عاوزين نعرف من حضرتك في البدايه، ليه ممكن المزارع المصري يتجه لزراعه محصول زي محصول المانجو؟ زراعة محصول المانجا هي زراعة اقتصادية جدا. احنا عندنا محصول المانجا بيحتل المرتبة الثانية بعد الحمضيات في مصر، وعندنا على المستوى العالمي مصر تحتل المرتبة الخامسة بعد اندونيسيا وقبل باكستان اللي في مركز السادس. زراعة محصول المانجا هي زراعة اقتصادية جدا، شجرة معمرة ما بترتبطش بمواعيد معينة او فترة محددة والزرع بيتقلع، لا بالعكس زي ما ذكرنا قبل كده زراعات المانجا موجودة ومعمرة من ايام محمد علي باشا. القصد من الاصناف المحلية او الاصناف الاجنبية هو الاستفادة الاقتصادية خلال الموسم، ان انا بزرع كذا صنف، صنف مبكر، صنف متوسط في المناخ، وصنف متأخر، بالتالي هيبقى معايا محصول مانجا طول الموسم. باشمهندس عماد، في دلوقتي اكتر من يعني عشرات الاصناف المحلية والاجنبية اللي موجودة في مصر، كل سنة في اصناف جديدة بتدخل، اصناف جديدة بيتم اكتشافها، يعني ايه ترشيحات حضرتك للاصناف الخاصة بزراعة المانجو في للمزارعين بصورة عامة لمختلف الاصناف سواء المحلية او الاجنبية؟ احنا هنقسم الاصناف المانجا لاربع اقسام. عندنا القسم الاول والقسم الاصناف المحليه. الاصناف المحليه بنرشح صنف العويس وصنف الصديق وصنف السكري وصنف التيمور، الاصناف الاعلى مذاقا والاعلى ربحا في الوطن العربي. طبعا المواطن العربي سواء في الدول العربيه او في مصر بيستنى الاصناف المحليه، بيستنى المذاق الاصناف المحليه وطعمها والاحجام المتوسطه ليها. لكن الاصناف الاجنبيه اندرجت في مثابه الاصناف اللي هي التصديريه والانتاجيه. طيب احنا نيجي نرشح الاصناف الاجنبيه، هنرشحها لكذا قسم. القسم الاولاني القسم ذات انتاجيه عاليه هو صنف الكيت. صنف الكيت ما زال رقم واحد في الانتاجيه. صنف الكيت هو بس بعض عيوبه ان هو حساس للمناخ الحار والمناخ البارد. عدد المزروعات في الاراضي المصريه تعدت الى مزارع كبيره جدا في صنف الكيت، فبالتالي ما بنرشحش زراعات صنف الكيت رغم ان هو رقم واحد. بنرشح الاصناف الملونه، صنف زي النعومي، صنف زي الاوستن، صنف زي الشيلي، صنف زي الكريمسون برايد، الاصناف الملونه. تبسيط ومثال بسيط، يعني المواطن او الهاوي لما بيخش المول عينيه لازم تروح على الاصناف الملونه قبل الاصناف الخضراء يعني. طب بالنسبه للاصناف المحليه، الاصناف المحليه في اصناف الانتاجيه بتاعتها بقت ضعيفه جدا زي صنف التيمور، لكن عشان احنا نقدر نحافظ على الاصناف دي لازم نعتمد على اصناف محدده واللي السوق طالبها. صنف زي العويس زي ما قلنا سكرياته عاليه جدا، كنت وضحت قبل كده في حلقه سابقه مع حضرتك ان العويس هو العويس بس، ما فيش حاجه اسمها فص عويس او شتلات عويس، العويس هي شجره العويس. الصديق طعم مذاق عالي جدا جدا، الفونسو طعم جميل جدا، الهندي صنارة وباقي الأصناف المحلية كسوق محلي كويسة، لكن تصدير بسبب أن القشرة بتاعت الثمرة رقيقة جدا فبتستحملش عمليات التصدير اللي بتتيح للدول العربية. لكن الأصناف التصديرية عندنا في الأصناف الأجنبية صنف الأرتو، صنف الكينجستون برايد، صنف في أصناف تانية جديدة زي الكريمسون برايد، لكن الأصناف الثابتة وجودها في الأراضي المصرية حاجة زي النعومي والأوستون والشيلي والكريمسون يعني. عاوزين لمحات عامة على عمليات التقليم الخاصة بالأصناف، خاصة إن احنا داخلين على موسم محتاج المزارع فيه لتوصيات ونصائح عامة عن التقليم. التقليم عندنا التقليم بيختلف من الأصناف المحلية للأجنبية. عندنا التقليم في الأصناف الأجنبية كان في مدرسة قديمة جدا، الحمد لله كنت سبب في تحويل هذه المدرسة، كانت مدرسة تقليم فوق العقدة، طبعا دي عمليات فنية الحمد لله تم بأن خمس سنين انتشار على مستوى السوشيال ميديا في الفيديوهات وصور بالتقليم تحت العقدة على مسافة برجين. المدرسة دي مخصصة بالأصناف الأجنبية، لكن الأصناف المحلية احنا بنقول في عتاب شديد على المزارعين في الأصناف
الاصناف المحليه، وهو ان استخدام المنشار بنسبه 85% و15% مقص. احنا عكسنا الايه خالص، بنقول 85% مقص و15% منشار. الغرض منه ان انا اصل الارتفاعات، شجره المحلي ما تزيدش عن 5 متر، افتح شبابيك في كل الاتجاهات، طريقه التقليم، عندي دوره بعد العقد، عندي دوره بعد الجمع، لو حافظت في التوازن. دلوقتي عندي شجره محلي فيها صفه المعومه زي الزبديه مثلا، ليه في شهر 4 ولا 5 اخش عمليه تقليم على طول، اجدد بها النمو ما دام ريحت، ما اسيبش شجرتي اللي بعد 8 ويخش عليها الشتاء. بالتالي احنا عارفين ان دوره النمو الاجنبي بتحتاج 3 شهور، لكن النمو المحلي بيحتاج 6 شهور حتى دوره النمو تكتمل. يعني صنف زي الكيت من الاصناف اللي انت اتكلمت عليها، وهي بتتاثر بصوره كبيره بالبروده والصقيع، وبرده بتتاثر بالحراره، وده شفناه في موسم من احد المواسم السابقه، وفي تاثر كبير كان من مزارعين المانجا. ايه النصايح الخاصه بالتقليم لصنف زي الصنف الاجنبي كيت توجهها للمزارعين؟ نصيحتي للمزارعين اللي مصممين على صنف الكيت، انا بعاتب بس عشان هم معظم المزارعين او المستثمرين اللي داخلين جداد بيبقى طالع من زراعه محاصيل او ملوش علاقه بالزراعه، فلما يسمع ايه الصنف اللي بيشيل انتاجيه عاليه فبيسمع ان الكيت، لكن الكيت فيه ملحوظات. انا ذكرت طبعا ان هو حساس لدرجات الحراره العاليه والمنخفضه، لكن الكيت ما زال زي ما قلت رقم واحد في الانتاجيه، لكن لازم نرشح الاماكن اللي ينفع يتزرع فيها. اولا الكيت ما ينفعش يتزرع في الوجه قبلي محافظات الصعيد، ولا حتى المناطق الخاصة بالفرافرة والواحات، هو يتزرع في وجه بحري في إدكو ورشيد، البحيرة بكل اتجاهاتها. الصنف مش عايز درجات حرارة عالية، محتاج تقليم، إن الشجرة مجهدة جدا، محتاج برضو مواعيد تقليم، الصنف بيتأخر لشهر 10 و11 و12، بتتم عملية تنظيف بعد الجمع، وفي دورة ابتكار وهو ابتكار تقليم التزهير. تقليم التزهير دي دورة اشتغلنا عليها بقى 3 سنين، قابلت انتقادات في البدايه لحد الحمد لله ما عرضنا بالصور. ده انت كنت السبب في ان الابتكار ده ينتشر او يطلع للنور بالنسبه للمزارعين؟ بالظبط يا فندم، ان كانت النقطه دي كانت محتاجه قلب جامد، ان انا اخش في وقت مثلا في منتصف شهر واحد، ان انا اخش اشيل تزهير مبكر. المزارع اللي هو ابو قلب ضعيف، انك تشيل زهره وتقول له هتطلع مكانها زهره كان صعب، ما كانش بيصدق، كان لازم يشوف صور، يشوف فيديوهات، يشوف نتائج. ومن هنا بدات مرحله تعليم التزهير، بدل ما الفرع الخضري يطلع معايا شمروخ زهري واحد بيطلع معايا من 3 لـ4 شماريخ. بس الميزه هنا بدل ما اخد حبايه واحده كيلو ولا كيلو ونص، لا باخد 6 حبايات او 5 حبايات بس متوسطات، والمتوسطات يطلبها السوق، سوق محلي وتصدير. ان مفيش حد برضه هيروح يهادي بحبايه كيلو ونص. هل الموضوع ده منتشر دلوقتي؟ يعني هل التقليم التزهير ده منتشر بصوره كبيره، او هذا الابتكار منتشر بالنسبه للمزارعين؟ بالنسبه بداوا يقتنعوا بيه؟ بداوا الحمد لله يقتنعوا بيه. احنا بقالنا سنتين بشكل فعلي في دورات تقليم متحدده في المزارع، لكن بعض المزارعين اللي لسه مستجدين في الزراعه، ما بين قلب ضعيف ما بين خبره ضعيفه، لكن الشركات الكبيره والمزارع الكبيره الحمد لله اعتمدنا على التقليم التزهير وشافوا النتائج، وكانت اعلى ربح السنه دي في الموسم. يعني سؤال اخير، وهو التغيرات المناخيه، سواء درجات الحراره المرتفعه سواء درجات الحراره المنخفضه، وتاثيرها على زراعه المانجو بصوره عامه. يعني شايفين ان في تاثر كبير في بعض المواسم وفي مواسم سابقه من تغيرات الحراره، سواء بالارتفاع والانخفاض، خاصه زي ما قلنا في صنف الكيت، لكن بصوره عامه زي التغيرات المناخيه اثرت في الزراعه، سواء في المواعيد، سواء في العمليات الزراعيه، سواء في عمليات التسميد، سواء في عمليات التطعيم الى غيره. احنا بشكل فعلي اخر 5 سنين من المناخ احنا حاسين بتغير شديد جدا، لدرجه احنا البذور السكري في المشي كنا بنزرعها في شهر 7، دلوقتي بنزرعها في شهر 8، ففي شهر اخر معانا، سواء الموسم بيبدا بشتاء متأخر أو بينتهي بصيف متأخر. ده عمل زي عملية خلل في بعض الأصناف. عندنا صنف زي النمدوك ماي التايلاندي، نمدوك ماي 4، الصنف ده مناخه مش مناسب مع مصر حاليا. في الأيام شهر 11 و12 بيظهر معانا 2 أو 3. الصنف ده فيه معاناة جدا، لكن احنا يجب الاعتماد على الأصناف اللي بتمشي مع التزهير بتاعنا. عندنا الأصناف زي صنف الكيت، صنف الكيت في دولة البيرو في أمريكا الجنوبية بيشيل 2 مرات في بداية الموسم وفي نهاية الموسم، لكن عندنا المناخ المصري لا يسمح إلا بتزهير موسم واحد فقط، وده السبب. يعني
بشكر حضرتك جدا مهندس عماد عادل استشاري زراعه المانجو في مصر، شكرا جزيلا ليك على هذه المعلومات. ربنا يعزك وحضرتك من الناس اللي انا بتشرف بيها ونورتنا النهارده، وبكل توفيق بالنسبه لمشوارك الاعلامي الرائع في الزراعه ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، يعني نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده عن محصول مهم هو محصول المانجو. محصول المانجو من أهم المحاصيل التصديرية، من أهم المحاصيل الزراعية اللي فيها تحديثات كتير، سواء على مستوى الأصناف سواء على مستوى المعاملات الزراعية، وشفنا نصايح كتير موجهة من المهندس عماد للمزارعين. شكرا جزيلا لكم، تابعونا في برنامج من سيزرع المليون، ومعكم شعبان بلال كل خميس الثامنة مساء. شكرا لكم. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابن. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. زي ما قلنا قبل منزيع التقرير الخاص بمحصول المانجو، هنتكلم عن قضية هامة مش بس لها تأثير على المزارعين، لكن هي قضية عالمية العالم كله بيعمل على مواجهتها. هذه القضية هي قضية التغيرات المناخية، وبدأت تأثيراتها تظهر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ظواهر ما كانتش موجودة بدأت تظهر، تأثيرات بالغة الخطورة على المزارعين، خاصة في المجتمعات اللي بنسميها مجتمعات هشة. النهاردة احنا معانا الدكتور محمد علي فهيم، هو رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك دكتور. استاذ شعبان ربنا يخليك. شكرا. معانا كمان الدكتور بلال علي، وهو باحث في المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بيك استاذ شعبان وعلى الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. دكتور محمد، عاوزين نعرف دلوقتي احنا في أي فصل ولا أي مرحلة، وهل بالفعل احنا دخلنا في الشتاء الحقيقي، وهذا التوقيت مقارنة بالسنة اللي فاتت وضعنا ايه فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذ شعبان على تحت الفرصة في البرنامج المحترم المسموع، برنامج من سيزرع المليون على قناة الصحراء والجمال. هو سؤالك صحيح، واحنا في فصل ايه؟ ده سؤال بديهي ومنطقي حتى من المزارعين. معروف شتاء مصر وبالذات المزارع او الفلاح وبالذات كبار السن شويه، عارفين شتاء مصر بيبدا امتى؟ كان زمان بيبدا من نص اكتوبر. الشتاء الحقيقي كان بيبدا في مصر من نصف اكتوبر، فضل ياخر لغايه ما وصل ان احنا في نص يناير، وما زال الشتاء الحقيقي لم
يعني داخلين على نص يناير اهو، النهارده 3 طوبه. والشتاء الحقيقي في مصر لسه ما بداش. طبعا كلمه الشتاء الحقيقي لسه ما بداش وانا داخل على نص يناير دي فيها كلام كتير جدا، ان شاء الله لو في وقت نتكلم مع اخواتنا المزارعين. كل ده له علاقه بما يسمى بالتغيرات المناخيه كتير، وجينا مع حضرتك اكتر من مره في برنامج حضرتك واتكلمنا كتير على موضوع قضيه التغيرات المناخيه لا تحتمل ابدا التجاهل لا من المزارع ولا حتى من المؤسسات. المزارع يقول لك انا اعمل ايه، ما انا ما اعرفش. اه احنا بنتكلم في برنامج اهو موجود في التلفزيون مجانا، يقعد يسمع يشوف هيعمل ايه ويعرف ايه حكايه التغيرات المناخيه. يعني قضيه التغيرات المناخيه من القضايا التي لا تقل اهميه عن كتير من المشاكل اللي بتحصل على سطح الارض، مش في مصر بس، هي اهم مشكله على سطح الارض دلوقتي بواجهها العالم. اه يعني لا، في مشاكل الجوائح الموجوده زي كورونا وغيره انا من وجهه نظري لا تقل ابدا خطوره عن هذه الجوائح، ولكن طبعا الدكتور بلال متخصص اكتر مني في قصه التغيرات المناخيه ممكن يتكلم عليها، بس هي ظاهره تستحق ان يتحط تحتها مليون خط. طبعا الدكتور بلال، يعني استكمالا لكلام الدكتور محمد، ليه ظاهره التغيرات المناخيه ما تقلش خطوره عن فيروس كورونا زي ما قال؟ الحقيقه هي ظاهره التغيرات المناخيه من الظواهر اللي الناس كلها بقت حاسه بيها بشكل كبير دلوقتي، بالرغم ان المجتمع والناس ما كانتش حاسه بالنتائج دي، والكلام كان داير في الدوائر العلميه فقط، ولكن في الاونه الاخيره بدا المزارع نفسه يحس بتاثيرات التغيرات المناخيه، واللي بيحصل من الظواهر الجويه المتطرفه والظواهر الجويه الشاذه اللي بيحصل ده هو على علاقه وطيده بالتغيرات المناخيه. يمكن جائحه كورونا عشان ظاهره جدا للناس، فالناس حاسه بخطورتها والعالم كله بدا يحس بيها ويعمل لها الف حساب. ظاهره التغيرات المناخيه لا تقل خطوره عن جائحه كورونا، ولكن الفرق ان التغيرات المناخيه بتتحرك ببطء، فالناس مش عامله لها حساب. نتكلم عن الناس على مستوى المزارعين او الفلاحين او المجتمع العام، لكن المجتمع العلمي خلاص بقى مدرك ادراك كامل ان في تغيرات مناخيه، وعلى مستوى السياسات وواضع السياسات بيركزوا في الموضوع ده وبياخدوا بالهم، لان خلاص الموضوع بقى واضح جدا. لكن محتاجين فعلا ان الاخوه المزارعين يبقوا مدركين لمدى خطوره هذا الامر، ويبقوا عارفين ايه الطريقه اللي يتعاملوا بيها مع تغير المناخ، وازاي يتبعوا التوصيات اللي تخليهم يقدروا يواجهوا ويقاوموا الظروف المناخيه اللي بتحصل، عشان نوصل لمرحله اسمها التكيف مع التغيرات المناخيه. طب دكتور بوضح حضرتك بس، يعني عشان المزارع يعرف ايه هو التغير المناخي بشكل مبسط يفهمه المزارع بلغه المزارع. ببساطه شديده جدا، ظاهره التغير المناخي في الوقت الحالي هي ظاهره في اتجاه التسخين. اللي حاصل ان في ارتفاع في درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه ظاهر جدا. ده ادى الى حاجات كتير، ادى الى الظواهر المتطرفه والشاذه في درجات الحراره اللي بيحصل، ان فجاه درجات الحراره النهارده تنخفض بكره ترتفع بشكل كبير، ده بقى ظاهر. طب هو المزارع المفروض يعمل ايه؟ يعني لما يبقى فيه الكلام ده المفروض يعمل ايه؟ رقم واحد، المزارع يبحث عن المعلومه الصحيحه والسليمه للطريقه السليمه برضو للتعامل مع ظاهره التغيرات المناخيه. اتعامل ازاي؟ لازم اخد الاستشاره بتاعتي في القصه دي من الخبراء المتخصصين في هذا المجال. وفي اسباب كتير لظاهره التغيرات المناخيه، كلها اسباب عن الانشطه البشريه. وده طب احنا قبل ما نتكلم في الاسباب نروح للدكتور. انت قلت مهمه، معلومه مهمه، وهي طريقه التعامل المزارع مع هذه الظاهره وتاثيراتها. ازاي يا دكتور، باعتبار ان حضرتك في الحقل وفي نفس الوقت برضه باحث ومتواجد دايما مع المزارعين وشايف التاثيرات، ازاي المزارع يتعامل مع هذه التاثيرات؟ قبل ما اتكلم بصوره خاصه اكتر، يعني المزارع المصري مزارع عنده خبرات متراكمه من الاف السنين. يعني المزارع اللي عنده 30 سنه خبرته في الزراعه مش 30 سنه، المزارع اللي عنده 60 سنه خبرته مش 60 سنه، خبرته الاف مؤلفه من السنين. انا مزارع وفلاح، خدت كل الخبره بتاعتي من والدي، والدي خدها من والده وهكذا، فتلاقي خبراتنا الزراعيه جزء اصيل من الحضاره المصريه. لكن المزارع يقف عاجز تماما امام تاثيرات الجو، هو بيسميها كده، يقول لك ده الجو ما عرفش يعمل ايه، يعرف يزرع ازاي، يعرف يسمد ازاي، يعرف يختار البذره ازاي، يروح فين، يجي منين، يعمل ايه. الا موضوع الجو يقول لك لا انا ماليش فيه، مش في ايدي. ليه؟ لان هو لم يعتاد على الشكل ده من المناخ، من الجو. حد يصدق ان احنا داخلين على نص يناير ولسه لسه درجات الحراره ما نزلتش تحت العشرة لغايه دلوقتي، غير مثلا بضع ساعات معدوده في خلال الفتره دي كلها. والشتاء في مصر بيخلص نص اتنين. الشتاء الحقيقي يعني ممكن يخلص الفتره اللي المفروض يبقى فيها شتاء وما يجيش شتاء. بالظبط، ما ده حصل في 2018، ما كانش في شتاء، الشتاء تقلص تماما، فحصل مشاكل كبيره جدا للزيتون، حصل مشاكل كبيره جدا على مستوى قومي مش على مستوى مزارع للقمح،
حصل مشاكل لكل الزراعات بدون استثناء بمجرد ان الشتاء ما جاش. ونفس الموضوع في الصيف، مجرد ان الصيف يطول يحصل مشاكل. ايه بالظبط الموضوع عشان برضو الناس المزارعين وخاصه اللي في الاراضي الجديده يكونوا واخدين بالهم جدا ان في امور كتير جدا فيها مشاكل. موضوع الزيتون السنه دي انا بقول اهو من برنامج حضرتك حصري لبرنامج من سيزرع مليون، الزيتون في خطر السنه دي. الزيتون في خطر، وانتم عارفين كلكم ان السنه اللي فاتت ما شالش. الزيتون لم يستوفي اي ساعه من ساعات احتياجات البروده تحت 7.2، خد شويه ساعات في العشرة كده في مناطق بعينها، لكن ما خدش احتياجات بروده تماما. ده بقول من دلوقتي هيبقى في مشكله في تفتح البراعم والتزهير في اواخر فبراير ومارس من دلوقتي. والشجره مهيئه انها تظهر بدري لانها ما شالتش السنه اللي فاتت. انا بتكلم على كل مصر، تخيل محصول الزيتون الوحيد ان مصر كلها تجيب محصول ومصر كلها ما تجيبش محصول. واحنا بنزرع، احنا بننتج، كلنا بنزرع في ميعاد واحد تقريبا. لا حتى لو مش في ميعاد واحد في اشجار مختلفه، احنا بننتج 800,000 طن واحيانا بننتج مليون طن. مصر رقم واحد في العالم في انتاج زيتون المائده، مش زيتون المخلل، مش زيتون الزيت، مش زيت الزيتون. فلما يحصل مشاكل السنه دي، كيلو الزيتون المخلل دلوقتي من البراميل وصل لرقم قياسي، كل زراعين زيتون عارفين. طب ايه الحل؟ يعني انت صدمت الناس دلوقتي، ايه الحل؟ لا ما بنقول لهم من دلوقتي، الحل دلوقتي ان الزيتون مهم جدا ما احطش ولو جرام بوتاسيوم في الخدمه الشتويه، انسوا البوتاسيوم في الخدمه الشتويه تماما. انا محتاج ان البراعم الموجوده على الخشب دي، الموجوده في الترحات دي، تنبت على قد ما تقدر براعم الزهريه. موضوع البوتاسيوم متعودين هم يضيفوا بوتاسيوم كتير بيخشب التراح، بيخشب الايه التراح اللي فيه البراعم، فبيخلي فيه صعوبه اصلا في الانبات، وهو اصلا ما خدش احتياجات البروده. فموضوع البوتاسيوم السنه دي على قد ما نقدر لا اضيف نترات المغنيسيوم بمعدل من كيلو لاتنين كيلو مع حامض الفولفيك مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع على الاقل. المركبات دي، نترات المغنيسيوم مع حامض الفولفيك، من المركبات اللي بتجعل النبات او بتجعل الشجره تزيد جدا في معدلات الامتصاص. فبيدي للشجره طاقه من الكربوهيدرات. هو 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 البراعم عشان تنبت اي فاكهه مش الزيتون لازم يكون في مخزون من الكربوهيدرات في المكان اللي هيطلع منه البره. ايوه تمام. المخزون ده لو قل، الشجره للاسف السنه دي استهلكته في الصيف، لسه خلصان من اسابيع، فاستهلكت الكربوهيدرات اللي مطلعها. كل اللي عنده زيتون يقول لك ايه ده، في مجموع خضري محترم كبير، يعني دورات النمو الخضري كتير على حساب مين؟ على حساب الكربوهيدرات اللي بيخزن في الترحات عشان ينبت ويطلع لنا براعم زهريه. انا ما يهمنيش البراعم الخضريه. فده موضوع الزيتون، يعني تباعا هنبتدي نتكلم على. تتوقع ان الزيتون يعني الانتاج بتاعه يقل قد ايه؟ لا انا ما اقدرش اقول قد ايه، بس انا متوقع ان هيحصل مشاكل في التزهير، عشان كده لازم نستخدم مع الزيتون نعمل بالتوصيل لحضرتك النوعيه ونبعد عن اي عنصر، اي مركب من مركبات البوتاسيوم تماما الفتره دي، ولا كالسيوم كمان. طب احنا هنتكلم مع الدكتور بلال كمان عن الاسباب الخاصه بهذه الظاهره، لكن معانا مداخله وهنرجع لحضرتك تاني. معانا المهندس سالم غنيم وهو استشاري زراعه العنب. باشمهندس يا باشا، السلام عليكم. لو سمحت اسمعنا بس من التليفون لو سمحت. ما اسمع حضرتك من التليفون. تمام. طيب حضرتك، احنا بنتكلم على ظاهره تغيرات مناخيه، يعني محصول العنب من المحاصيل المهمه في مصر، ازاي تاثر او بيتاثر بهذه الظاهره؟ اولا برحب الاساتذه دكاتره دكتور محمد علي فهيم ودكتور بلال، استاذتنا طبعا. التغيرات اللي حصلت الفتره اللي فاتت اثرت علينا بشكل كبير جدا، ان الشتاء يعتبر لحد دلوقتي ما جاش. والناس متعوده من الموسم اللي فات، او خدت تجربه من الموسم اللي فات، ان في كل ما تقلم بدري وترشد الماكس بدري هيجي العنب معاك بدري، بسبب ان الموسم اللي فات صدف اسبوع دافي بعد رشد الماكس. الناس اللي رشت بدري فحصل عندها تخريج مبكر وايجاد قليل. السنه دي الناس تعجلت كتير جدا في التقليم ورش الدورميكس، والفتره بين التقليم والدورميكس بقت كبيره جدا، مع ارتفاع درجات الحراره حصل استنزاف كبير جدا للكربوهيدرات المخزنه في الترحات. ولما حصل تخريج مبكر حصل اجهاض لنسبه كبيره جدا من العنايد بسبب استهلاك الكربوهيدرات المخزنه في الترح، وضعف مناعه النمو ان هو يقاوم التغيرات اللي موجوده. النبات ما خدش ساعات بروده او ما تاخرش طول السكون يعتبر، والناس قلمت بدري. انا اعرف ناس قلمت في اخر شهر 11 ورشت دورميكس يوم 10/12. طبعا ده خطا كبير جدا، كلفه ان العميد تعتبر مش موجود. عايز اقول لك حاجه بس، ازيك يا باشمهندس سالم؟
ازيك يا دكتور؟ لو انت متابع منزلين وقلنا يا جماعه خلي بالكم بالموضوع تقليم العنب، الصيف هيمتد معانا فتره، طبعا انت متابع معايا والقصه دي، فمحدش يستعجل تقليم العنب، واتكلمنا كتير في النقطه دي بس للاسف الناس برضو ما بيستجيبوش للاسف. للاسف هي الانطباع بتاع الناس او الفكره اللي سايده عند معظم الناس ان هو كل ما يقلم بدري ويشرب نص بدري هيجمع بدري وبيعمل سعر احسن. طب ده باشمهندس يعني انت تنصح المزارعين بايه دلوقتي؟ انصح المزارعين ان الاصناف المتاخره طبعا اللي قلم ورش بدري خلاص الوضع انتهى او يعتبر خلاص فلت منه ما عادش يقدر يسيطر عليه الا غير بس يقدر يعوض شويه برش مستخلصات طحالب، برش احماض امينيه، برش مركبات طاقه فوسفور وبرولين عشان يقدر يعوض الايجاد اللي حصل، لكن لسه ما قلمش بقى في الاصناف المتوسطه والاصناف الداخله، يا ريت ما يستعجلش يحاول ياخر التقليم بقدر الامكان واخر رش الدرمج. بشكر حضرتك جدا مهندس سالم غنيم مستشاري زراعه العنب، شكرا جزيلا ليك. شكرا. رجعت للدكتور بلال اسباب هذه الظاهره. بص حضرتك قبل ما اتكلم عن اسباب هذه الظاهره، الكلام اللي قاله باشمهندس سالم اللي بيتفق تماما مع كلام دكتور محمد، ان المشكله اللي بتبقى ناتجه عن المناخ المزارع بيعجز عن التعامل معها وبيحصل خلل كبير جدا. وده يخلينا نشوف الاسباب اللي بتؤدي لده، اسباب التغيرات المناخيه اللي احنا مالناش يد فيها. يعني احنا كمصر والدول الناميه والدول الافريقيه كلها ليس لها يد في التغيرات المناخيه، لان التغيرات المناخيه سببها الرئيسي ارتفاع في نسبه غازات الاحتباس الحراري وانبعاثاتها اللي ناتجه عن الانشطه البشريه. طيب احنا كمصر بنساهم في قد ايه من هذه الغازات على مستوى العالم؟ 6% فقط، وهي نسبه لا تساوي شيء. لما يكون في دول تانية زي الصين وامريكا وروسيا 6% احنا ما كملناش 1% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالتالي احنا ما احناش سبب في المشكله، ولكن بيقع علينا الكارثه الاكبر والضغط الاكبر اللي ناتج عن التغيرات المناخيه. وده اللي بيحتاج ان الانشطه بتاعتنا كلها تبقى اغلبها ان ما كانتش كلها في اتجاه التكيف مع التغيرات المناخيه. ان احنا نتكيف ازاي نواجه هذه الظاهره. مش احنا بس كمان، ده العالم كله. لكن انا بتكلم على اللي محتاج يتكيف اكتر. احنا لان احنا عندنا هشاشه اصلا بدون تغيرات مناخيه، ظروفنا الواقعيه واقع حياتنا بتقول ده، كدولة وكمجتمع وكمجتمع ودول محيطة بينا ودول نامية بشكل عام كلها ظروفها تقريبا متشابهة. طيب لما نيجي للتوصيات اللي بتتقال اللي دايما بتبقى مرتبطة بالظروف المناخية، هي محتاجة الناس اللي فاهمة كيفية تعامل هذا النبات مع الظروف المحيطة به. النبات فيسيولوجيا ازاي بيتعامل وايه المواد اللي حطها له من بره. يعني شوان سلمة بيتكلم عن ان انا اضيف برولين واضيف احماض امينية واضيف المواد اللي بتحفز بعض الظروف او النواحي الفسيولوجيه داخل النبات ليواجه هذه الظاهره. فهو ببساطه الاسباب دي كلها مجتمعه، عشان نواجهها محتاجين نفهم ازاي النبات بيتعامل مع الظروف اللي حواليه. ده المزارع في القصه دي ملوش يد لانه ما عندوش الخبره دي، المزارع عنده الخبره اللي توارثها عبر الاجيال زي ما الدكتور محمد فهيم تفضل وقال، لكن الظاهره عليه مسؤوليه مهمه جدا يا دكتور. هو عليه مسؤوليه انه يسمع طبعا، لان طبعاً. يعني الدكتور بيقول ان هو قال وحذر لكن في نفس الوقت المزارع ما اهتمش. ما هنا يجي بقى الدور بتاع الخبراء المتخصصين في موضوع الانذار المبكر، لان تغير المناخ والظواهر اللي ناتجه من تغير المناخ، على سبيل المثال الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي الظروف الجامحه او الظروف الجويه الشاذة اللي بتحصل، فجأة ارتفاع، فجأة انخفاض، فجأة أمطار بشكل مختلف، فجأة درجات حرارة بشكل مختلف. هنا الإنذار المبكر يبقى ليه دور مهم جدا في الموضوع ده، يبقى فيه إنذار مبكر، يبقى فيه توصية بتطلع للفلاح بدري قبل ما الظاهرة تحصل، قبلها بيوم 24 ساعة، قبلها ب 48 ساعة، قبلها ب 72 ساعة، قبلها بخمس أيام، فيبقى مدرك إيه اللي ممكن يحصل ويتعامل إزاي. موجود بس إحنا إزاي ممكن يعني المساحة أو الفجوة بين الأجهزة الإنذار أو الأجهزة المسؤولة أو الدكتور محمد مثلا وبين المزارع نفسه، إزاي نوصل المعلومة للناس دي؟ فده إزاي نحل الفجوة دي؟ حاليا الفجوة دي بدأت الحمد لله تتقلص بشكل كبير. دور الجهات المسؤولة بدأ يوصل للمزارع أسرع بكتير من اللي فات، بقى في طرق كتير مختلفة دلوقتي بتحصل. من ناحية السوشيال ميديا وكل منصات التواصل الاجتماعي بقى بيظهر عليها بسرعة، وبيظهر عليها قبل حدوث المشكلة والكارثة، بيظهر عليها إيه اللي ممكن يحصل، وبيظهر عليها كمان الحل نعمل إيه. كمان في حاجات دلوقتي، في طرق جديدة للإنذار المبكر للمناطق اللي فيها فلاحين ما عندهمش سمارت فون، ما عندهمش أجهزة موبايل أو أجهزة محمول حديثة، في رسائل عادية، رسائل الإس إم إس بتوصل للمزارع بتوصية كلمتين ثلاثة يدرك إيه اللي ممكن يعمله، فيبدأ يتعامل مع الظاهرة. دكتور محمد، نعم،
محصول مهم جدا واحنا يعني حسب تقرير رسمي استوردنا منه 13 مليون طن في 2020، هو محصول القمح وهو من المحاصيل الاستراتيجيه. عاوزين وضع المحصول ده في ظل الظروف الجويه دي، وانتاجنا هل ممكن يتاثر بهذه الظاهره في هذا الموسم؟ كويس انك فتحت من موضوع محصول القمح، بس انت ذكرت ان احنا بنستورد، ما ذكرتش ان احنا مثلا رقم واحد في انتاجيه القمح على مستوى العالم، القمح الربيعي رقم واحد على مستوى العالم. طبعا احنا كشعب مصري بنستهلك كميه كبيره جدا من القمح، تقريبا يتجاوز ال 20 مليون طن، وده رقم كبير. القمح بيتزرع 22 مليون بكتير. القمح بيتزرع في 3.4 من 10 مليون فدان من اجمالي 9 في الارض القديمه والجديده، مش مفروض نزرع الارض كلها قمح. يعني في حاجه اسمها ميزه نسبيه، ان انا ازرع خضار وفاكهه يعني مثلا احنا بنزرع خضار وفاكهه في اقل من مليون فدان اللي احنا بنصدرهم، دول بيجيبوا قد بيجيبوا الايراد بتاعهم قد الارض المزروعه كلها بالحبوب. ففي انا غصب عني عندي مشاكل في محدوديه الارض. الاخر المزارع اللي زرع فدان دلوقتي هو في غنى عن يسمع الكلام ده، بس الكلام ده مهم جدا بحكم اننا مسؤولين في وزاره الزراعه. المزارع يعمل دلوقتي القمح للاسف، انا وبرده كمان مره انا صفحه عندي تقريبا فيها 100,000 متابع، وما فيش منشور لما يوصل للناس كلها، بس صعب جدا ان الواحد يغير فكره المزارع، واحيانا غصب عنه لانه هو مشفق على نفسه وعارف ان اي تغيير هيعمل له تكلفه عاليه. دلوقتي القمح قلنا ما حدش يزرع قبل 10 و15 11، قلنا كده يا جماعه الصيف ممتد، فما حدش يعمل واحد واثنين بما فيها تقليم العنب وغيره. ما حدش يزرع قبل 15 11. طب انت زارع اليوم 25 اكتوبر ليه؟ القمح طرد قبلها ب 20 يوم. القمح طرد، اللي زرع بدري ده القمح بتاعه طرد، سامبل طلع السنبله بتاعته ولسه يا دوبك هيخش في مرحله التلقيح والاخصاب، والبرد داخل البرد اهو من اول بكره الجمعه هيبتدي يحصل انخفاض في الحراره. مش هيعمل تلقيح، مفيش تلقيح ولا اخصاب. لا الانخفاض ده مش هيعمل مشاكل، المشكله بقى ان يتوالى انخفاض الحراره في منتصف الاسبوع القادم وزي ما متوقع، ولغايه ما نوصل بقى لايه موضوع نقول الجو برد بجد 6 درجات و5 درجات هيحصل مشاكل للقمح البدري. فيعمل ايه من دلوقتي؟ اهتم جدا ب البوتاسيوم فوسفيت. شوف اللي انا منعته في الزيتون، المزارع اللي زرع قمح يهتم برشه اسمها البوتاسيوم فوسفيت، ده قبل مرحله الطرد مباشره. البوتاسيوم فوسفيت بيعمل ايه؟ كل اللي بيعمله بيعمل توازن ما بين النمو الخضري وبيهيئ النبات عشان النمو الثمري اللي هو الطرد. يوم ما يحصلش لا طرد مبكر ولا يحصل السنه اللي فاتت في بعض الاصناف كان نص السنبله فاضي من تحت بسبب برده اللخبطه بتاعه الجو، والناس اشتكوا جامد منه، ودي مشكله فيسيولوجيه مش مرض. يعمل ايه؟ بوتاسيوم فوسفيت، يا اما احطه مع ميه الري بمعدل 3 كيلو، او ارش بمعدل كيلو ونص للفدان معاهم حوالي نص كيلو او 500 جرام سيتوكاينين مع احماض امينيه. دي رشه مهمه جدا، ما حدش متعود يا دكتور يرش القمح، خلاص بقى يعني براحتكم. يعني دايما بتلاقي السؤال ده، يا دكتور ما احنا مش متعودين نرش، الجو اتغير، الدنيا اتغيرت، سلوك المزارع المصري يجب ان يتغير. عارف المعلومه بتاعت العنب دي ممكن تخلي واحد الموسم يعدي معاه على خير، ممكن واحد يخسر الاف مؤلفه وعشرات ومئات الالاف على حسب المساحه اللي عنده. صحيح. معلومه صحيح. فالجو اتغير يا جماعه، وبرنامج اهو الاستاذ شعبان مشكورا ربنا يكرمه والدكتور بلال معانا، بنقول لكم ادي اللي بيحصل وادي التوصيات التي يجب اتباعها، لان مفيش هزار. الاخر ده مالك، ده راس مالك، انت عندك حاجه غير الزراعه. اللي بيزرع في الارض وبيجلط طول السنه في الحر وفي الساعه ما عندوش رفاهيه انه يخسر، وخاصه صحيح. ان اسعار المنتجات الفتره دي شويه، فارجوكم لو سمحتم على الاقل لو السعر مش شويه يبقى الانتاج يعوض. اما نفضل ننصح ونقول ونعمل، طب ما احنا مش متعودين نرش القمح، طب اجي ارش لكم انا يعني؟ ما هو برضه يعني الناس تكون متابعين معانا شويه. طب دي نصيحه مهمه جدا، يا ريت الساده المزارعين يعني يعملوا او يشتغلوا بهذه المعلومات ويطبقوها بالفعل على ارض الواقع الاستفاده منها، خاصه انه الزراعه في هذا التوقيت و خلال هذه الفترة بتعتمد على العلم أكثر من المعلومات السابقة والخبرات المتوارثة. دكتور بلال، المسؤولية مش بس بتقع على عاتق المزارع، كمان بتقع على عاتق الجهات المسؤولة، وجزء مهم جدا من هذه المسؤولية على المؤسسات هو إنتاج أصناف ممكن بها نواجه هذه أو تتكيف مع هذه التغيرات. هل باعتبار ان حضرتك متخصص في ملف مهم هو التغيرات المناخيه، في اصناف بالفعل
مركز البحوث الزراعية من أقدم وأكبر المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، بيشتغل على إنتاج أصناف في هذه المحاصيل أو غيرها لمواكبة هذه التغيرات المناخية؟ أنا عايز أروح لحضرتك إن مركز البحوث الزراعية راح لأبعد من ده، مش بس إنتاج الأصناف فقط، ولكن تغيير الخريطة الصنفية بما يتوافق مع الظروف المناخية الحالية. يعني الخريطة الصنفية في بعض الأصناف كانت بتجود في وجه بحري، الأصناف دي أصبحت بتصاب بالأصداء نتيجة لظروف معينة، لظروف جزء كبير منها ظروف مناخية نتيجة للتغير ده. مركز البحوث الزراعية بيطلع توصية بتاعته بيقول إن توزيع الأصناف ده يا جماعة اتغير، والمفروض نزرع هنا نغير الصنف ده بدل ما يتزرع هنا يتنقل هنا، والصنف ده يتلغي السنة دي، والصنف ده فيه جديد وخلافه. لكن هي نرجع لنفس المشكلة، مدى قناعة المزارع المصري بتنفيذ كل ما يقال لي. لما يوصل المزارع المصري للقناعة بأنه ينفذ التوصية اللي بتطلع من الخبير، الموضوع يختلف تماما. خليني أروح لنقطة مثال حي، وده مرتبط بسلوكنا كلنا كمصريين، مش مزارعين فقط، مزارعين وغير مزارعين، متعلمين وغير متعلمين، مثقفين وغيره. إحنا لما نتكلم عن إن إحنا كدولة كلنا بنتجه إلى إن إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي مثلا، هنروح على سبيل المثال في الاكتفاء من البروتين، وده حاجة ليها علاقة برضو بتغير المناخ، لأن التغيرات المناخية ليها تأثير كبير جدا على إنتاج البروتين، وفي حاجة اسمها البصمة المائية والبصمة الكربونية طبعاً. والإنتاج ده بيكلفنا قد إيه، كل ده فيه كلام كتير طبعاً. تمام. طيب أنا لما أجي كيلو اللحمة بيكلفني 16 متر مكعب مية، دي بصمة مائية ودي ليها علاقة بتغير المناخ، عشان ظروف التغيرات المناخية تحتها هيحصل انخفاض في كميات المياه، وبالتالي المفروض ان انا اقلل من الحاجات اللي بتستهلك المياه. طب لما يكون انا اللحوم عندي الاكتفاء الذاتي منها النهارده بعد كل الجهود اللي دعمت في وزاره الزراعه وصل 57%، وده بجهود مضنيه عاليه جدا، والاكتفاء الذاتي عندي من الدواجن 97%، والاكتفاء الذاتي من الاسماك 100%، المنطق والعقل يقول ان انا اقلل على المستوى الشخصي من استهلاك اللحوم الحمراء اللي هي ناتجة من المواشي، واتجه لي استخدم الدواجن والاسماك، لان اوريدي فعليا انا عندي شبك فاذا شوف حضرتك انا إيه؟ صعب حضرتك هتقتنع بالموضوع، صعب نقتنع. هو ده اللي انا بس هتاكل، هو ده اللي انا اقصده تحديدا، وقصدت ان انا اثيره في البرنامج، ورد حضرتك اكبر دليل على ان قناعتنا وسلوكنا يصعب تتغير. ولكن ان اردنا ان احنا نتقدم مع الظروف المحيطه بينا، فيروس كورونا لما حصلت ظروف كورونا، احنا من سنتين تقريبا لو حد فينا ماشي في الشارع ولا اي حد لابس كمامه، رد فعل اللي حواليه ايه؟ كانت الناس ممكن تتريق عليه. اول الازمه نفسها، اقول لحضرتك في اول يعني أول, الأزمة اول ازمه كورونا لما كان ده حدث فعليا، جه استاذ دكتور صحيح؟ حضر معانا ورشه عمل، كانت بدايه الازمه خالص، وكان داخل بكمامه، كل الناس كانت بتبص له على انه يعني شكل شاذ، يعني في حاجه غلط، انه مصاب، وكل الناس بقت يعني قلقانه منه، لكن النهارده بقت الكمامه شكل عادي. الظروف المحيطه بترغمنا على فعل شيء وعلى ان السلوك يتغير. احنا امتى نتحط في الوضع اللي خلينا نغير من سلوكنا، او المزارع يتحط في الوضع اللي يخليه يغير من سلوكه؟ للاسف لازم يتحط في ضغط شديد، ولكن ظاهره تغير المناخ عشان هي بتتحرك ببطء احنا مش حاسين بده، لكن لازم نفوق بسرعه عشان نقدر نتعامل مع واقع الظاهره، ونقدر ببساطه شديده جدا ننتقل بمصر كلها نقله الى الامام، وكلنا مسؤولين عن ده. دكتور محمد، باقي المحاصيل شتوية، أنا كنت هتدخل يعني عشان باقي المحاصيل، لأن أنا عندي مشكلة فعلية في بعض محاصيل الخضر تحت ما يسمى بقضية تغير المناخ. الدكتور بلال اتكلم عليها باستفاضة وقال أسبابها. شبورة مائية كانت مصر مشهورة بها في فصل الشتاء، بتنزل بعد الفجر بنص ساعة أو بساعة وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، 8 ونص 9 صباحا، ده اللي احنا متعودين عليه في مصر. خلاص، ايه اللي حصل السنه دي؟ بسبب ما يسمى بتغيرات المناخيه، حصل ان في مرتفع جوي قابع على مناطق الشمال، سحب كتير من الرطوبه النسبيه وبخار الميه من الطبقات العليا، وراح مقربها من سطح الارض. مجرد ما يحصل انخفاض في درجات الحراره، ده طبيعي ان احنا في شهر يناير، حصل على طول الشبوره الكثيفه اللي الناس شافوها واستغربوا جدا انها بتنزل الساعه 10 بالليل وتسعة يعني كمان فعلا، وتسعة بالليل وتستمر حتى 9 و10 و11 نهارا. هل الموضوع ان هو بس عطل الناس عن مشاورها شويه؟ لا، الموضوع ان عمل كميه رطوبه نسبيه ورطوبه حره على اسطح النباتات الخضر، الطماطم، البطاطس، الفلفل، البتنجان، الفراوله، الورقيات، ما سابش حاجه، عمل رطوبه نسبيه، فكانت بيئه مناسبه تماما للفحه متاخره على بطاطس وطماطم، عامله مشاكل كتير جدا للناس، كتير جدا.
عفن رمادي على الفراوله وعلى الطماطم اللي بتجمع، العفن الرمادي على الثمار، التبقع البني للفول ومشاكل كتيره جدا بتحصل للفول، والتبقع الالترناري، تبقع سيركسبوري على البنجر. كل مزارع من اللي سامعنا دلوقتي عنده محصول من المحصول دي عارف اللي بيحصل فيها دلوقتي. نزلنا توصيه، نزلنا توصيه من اسبوع ومن اسبوعين ومن 3 اسابيع، وقلنا يا جماعه الفتره اللي جايه دي هتكون فتره شبور عاليه، هينتج عنها ان في مشاكل هتحصل بسبب الامراض. فاعمل ايه؟ اعمل رشه وقائيه باكس كلور النحاس مع شويه منكوزيب، اي رشه بسيطه تنفع دلوقتي ولا خلاص ما عدت؟ تنفع اللي اتصاب خلاص، اخش في مبيدات علاجيه غاليه على الناس. مكان الرشه دي كلها ب 50 60 جنيه اصلا للفدان. طب انا هرش ليه ولا في شبوره ظهرت لسه ولا في مرض؟ ارش ليه؟ طب اقنعك ازاي يعني دلوقتي كويس يعني دلوقتي. النقطه الثانيه، طب في سؤال بس من المزارع ممكن ناخده ونرجع معانا الاستاذ محمد من كفر الشيخ. استاذ محمد. وعليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. انا ابو فندم زارع ثوم، والورقه بتاعه الثوم يا فندم نشف لون ارجواني، فعايز رشه وقائيه للثوم. فين يا شاء الله؟ طيب اسمعنا الدكتور يرد. منين؟ منين؟ من كفر الشيخ. ده معانا استاذ محمد. ده انا نسيت اقول المرض ده، وده من الامراض اللوتع الارجوانيه، من الامراض المتسببه عن فطره مالتيناريا. نفس القصه بالظبط، بسبب الشبور. او طبعا كل الناس ده حصلت بعد الشبوره مش كده؟ ايوه يا فندم. دلوقتي ده مرض اللوتع الارجوانيه مشكلته كبيره جدا، انه انتشاره سريع. اهم ماده فعاله مش مبيد، ازوكسستروبين. أيوة. مع فستول الومنيوم، وعندك مبيدات كتير. ازوكسستروبين مع فستول الومنيوم، وتقلل على قد ما تقدر الميه، يعني تقلل الرطوبه الموجوده حوالين النبات على قد ما تقدر. ده الاجراء الوحيد اللي ممكن تعمله دلوقتي. غير كده للاسف الشديد ما فيش اي حاجه اقدر اعملها غير ان الثوم يطلع ورق جديد، وده على حساب الراس اللي بتتكون. الثوم مزروع عندك بقاله 3 شهور ولا قد ايه؟ زرع 12 يا دكتور. طيب 12 3 شهور اهو، 3 شهور كمان، 3 شهور وشويه كمان. طب معلش يا دكتور، سلوكون اسمه ايه؟ مش مهم اسماء المبيدات بقى، انا قلت لك على الماده الفعاله اهو، مش هنعمل اعلان للمبيدات. ازوكسستروبين مع فستول الومنيوم، لو حبيت تحط معاهم مانكوزيب او تحط معاهم ميفنوكسام. المهم الاخر لازم مادتين فعاليتين يترشوا، وبعد 5 سنين ترش تاني. اكتب اكتب انت اكتب اكتب المادتين الفعاليتين اللي قالهم الدكتور. يا حاج محمد. ايوه يا دكتور. لغايه ما تطمن ان البقعه اللي لونها احمر حمراء دي سودت. البقعه اللي لونها احمر دي بقت ناشفه، بقت لونها مسود ناشف كده، تعرف ان المرض وقف. ورغم ذلك ما توقفش رش حتى لو المرض وقف، لغايه ما تطمن ان بدا يطلع ورق جديد. الورق القديم ده خلاص هينشف للاسف الشديد في فتره النبات اصلا حاطط همه في التحجيم. يعني النبات دلوقتي بتاع التوم خلاص عمل مشويات مجموع الخضري، وحاطط همه كله في التحجيم. فانا المفروض كان يساعد على التحجيم، مش لسه طلع له ورق جديد تاني، بس انا غصب عني. شكرا شكرا يا استاذ محمد. معانا كمان الاستاذ محمود من المانيا. استاذ محمود. استاذ محمود. السلام عليكم. ايوه يا فندم اتفضل. معلش عايزين نسافر عن الجامعة بتاعنا عند السنبلة والمجاوف ال 13. بيسأل عن القمح. ممكن الأمح. ممكن بس تعيد السؤال تاني يا استاذ محمود معلش. استاذ محمود. طيب. القمح هو بيسأل حاجة، يرش ايه للقمح؟ هو القمح في المنيا دلوقتي، هو المشكلة برضه ان هم متعودين للأسف الشديد، واحنا حذرنا يزرعوا القمح في المنيا بعد البطاطس، يعني زرعينها في نص 12 او حاجه زي كده، او النصف الثاني من 12 كمان. ده في بعد 2020 و2019 عدت، لان الشتاء طول. الشتاء فضل مطول لغايه شهر مايو. تخيل بقى لو الشتاء اللي لسه ما بداش اصلا ده يعني، وراح الصيف داخل كالعاده المبكر زي 2018 في اول 3، مفيش للاسف كل القمح المتاخر اجيب تبن بس. فاعمل ايه دلوقتي؟ متاخر القمح المتاخر هجيب تبن بس، مش يعني والبدري برضه بتاثر، والبدري يعني هيتاثر تاثر على حسب بقى هو كان حالته النباتيه عامله ازاي، هيتاثر لو صيف جه بدري. ودي المشاكل اللي بنقول عليها يا جماعه، المشاكل اللي بنقول عليها ان دي مشاكل خارج سيطرة. ايدين اي حد، لا مزارع واحيانا ولا مؤسسات. عشان كده بقول ان التغيرات المناخيه بتغير الخريطه الزراعيه تماما. فنقول يا جماعه اهم ميعاد زراعه من 5 ل 10 نوفمبر في السنوات العادية، ومن بعد 15 نوفمبر في السنوات اللي صيفها متأخر. وهكذا. محدش يزرع على تاريخ السنة اللي فاتت، محدش يزرع باللي عمله السنة اللي فاتت اللي قبله. كل واحد يقعد كده فانس قدام التلفزيون أو أي حد بيثق فيها يقول معلومة تروح فين وتيجي منين، التزم بيها.
أنا طب الرش هي يا دكتور دلوقتي للقمح الموجود كله تقريبا اللي مزروع في 5 او 10 نوفمبر، يعني احنا داخلين دلوقتي على حوالي 65 70 يوم، ده اوج المجموع الخضر للقمح. اهم حاجه دلوقتي ارش بمحفزات النمو 400 جرام طحالب، نص كيلو احماض امينيه مع سيتوكينين، ومعاهم كيلو نترات مغنيسيوم للفدان. انا رشه ثانيه 400 جرام طحالب، 500 جرام احماض امينيه على سيتوكينين منخفض تركيز 2-3% سيتوكينين، على من كيلو ونص 2 كيلو نترات مغنيسيوم. دي رشه اسمها رشه محفزات النمو اللي يخلي النبات يلحق بسرعه يعمل جسم للمجموع الخضري، لان معروف ان القمح ده احد الفلق، مجرد ما طلع السنبله بالسلامه خلاص مفيش نمو ثاني. الحقيقه يا دكتور الوقت خلص، ونتمنى من الساده المزارعين يعني يتبنوا هذه المعلومات ويعملوا بيها خلال الفتره الجايه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد. شكرا للشعب يعني، ربنا يخليك. رئيس مركز معلومات تغير المناخ وزاره الزراعه، وشكرا جزيلا لحضرتك دكتور هلال علي باحث في المناخ الزراعي. شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم. نتمنى يعني الانتباه لهذه الظاهره والعمل بهذه التوصيات، واحنا معكم دايما في برنامج من سيزرع المليون كل خميس 8 مساء، ومعكم شعبان بلال. احلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم على الحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر يا